اليوم سنتحدث عن أكثر أمراض الفوبيا غرابة في العالم. غريبة هي النفس البشرية، فعلى الرغم من معرفة الإنسان في وقتنا هذا بكل ما هو موجود في جسم الإنسان من أعضاء وأجهزة وخلايا، إلا أنه ما زال جاهلا بالكثير من خبايا النفس البشرية. أولا وفي المركز الأول، الخوف من اللون الأصفر. الذين يعانون من رهاب أو فوبيا اللون الأصفر يتملكهم الخوف من كل شيء أصفر، بما في ذلك الشمس والنرجس والطلاء الأصفر. في المركز الثاني، الخوف من الجبن. الذين يعانون من رهاب الليتروفوبيا عادة ما يرتبط لديهم الجبن بالشعور بالصدمة، إذ أنهم يلجؤون إلى الهرب عند رؤية شريحة من الجبن، سواء كان هذا جبن الموتزاريلا أو الشيدر أو غيره. في حين أن بعض الذين يعانون من هذا المرض قد يخافون من نوع واحد فقط من الجبن، غير أن البعض الآخر منهم يخافون من جميع أنواع الجبن. وفي المركز الثالث، الخوف من النوم. الذين يعانون من السومنوفوبيا يخافون بشكل غير عقلاني ومفرط من النوم، حيث يرتبط لديهم الذهاب إلى الفراش بالموت أو الخوف من ضياع الوقت بسبب النوم. في المركز الرابع، الخوف من المهرجين. الذين يعانون من الكلوروفوبيا يخافون بشكل كبير من المهرجين. وفقا للإحصائيات فقد تبين أن الأطفال هم الأكثر عرضة لهذا النوع من الفوبيا. في المركز الخامس، الخوف من الأشجار. الذين يعانون من الهايلوفوبيا يخافون بشكل غير منطقي من الخشب والغابات والأشجار، وربما كان السبب في ذلك أفلام الرعب التي تشمل الغابات أو القصص الخرافية أثناء فترة الطفولة التي تدور أحداثها في أرض الغابة. قد يصل الأمر الذي يعاني من هذا الرهاب إلى الخوف من مجرد التفكير في الخشب. في المركز السادس، الخوف من عدم وجود شبكة تغطية للهاتف المحمول. الرهاب من عدم وجود تغطية للهاتف المحمول هو مرض تم اكتشافه من قبل الباحثين قبل أكثر من 5 سنوات. وفقا للاستطلاعات الأخيرة، فإن أكثر من نصف الناس في المملكة المتحدة يعانون من هذا المرض، ويشمل ذلك الخوف أيضا من نفاذ البطالة. في المركز السابع، الخوف من الطبخ. الذين يعانون من هذا الرهاب يخافون في الحقيقة من الماهرين في الطبخ لإحساسهم بالنقص والعجز، وقد يؤدي ذلك للإضطراب وتناول الطعام غير الصحي. في المركز الثامن، الخوف من المطر. الذين يعانون من الإمبروفوبيا لديهم خوف غير طبيعي من المطر، الذي يمكن أن يسبب نوبات قلق شديدة، ويعتقد أن هذا الرهاب يحدث بسبب مجموعة من العوامل تشتمل التنويه عن الأطفال دائما بعدم الخروج في المطر لأنه سيصيبهم بالمرض. في المركز التاسع، الخوف من السماء. الذين يعانون من هذا الرهاب يقلقون من السماء والموت والحياة الآخرة، وغالبا ما يحدث للمؤمنين الذين يخافون من محاكمتهم بعد الموت. في المركز العاشر، الخوف من الثقوب. الذين يعانون من رهوب يخافون من الكائنات التي تحتوي أجسامها على الثقوب الصغيرة فترتبط بها، مثل حيوان الإسفنج أو نحل العسل. على الرغم من أنه لن يتم تسجيل هذا النوع من الرهاب رسميا ضمن الأنواع الأخرى، إلا أنه يتم الإبلاغ عن الآلاف من الناس الذين يعانون من هذا الخوف، وتتراوح أعراض هذا المرض ما بين الحكة في الجلد إلى الغثيان والذعر. العشرة للنجاح لواين داير. هذا المبدأ يقول كما صاغه تيبولا: أمتلك عقلا منفتحا على كل شيء وغير